الآباء والمراهقين. انظر الفتى صديقك. يا لها من حفلة رائعة. أمي رائع، إنه مفتول العضلات. هل هو صديقك؟ إنها ابنتي. إنها هائمة بك. مرحبا إلى أين أنت ذاهب؟ فتيات لا ترحلوا، سوف أمسك به. هنا المساعدة. نعم رائع جدا. هذه حفلة رائعة. أمي أصمتي. بالضبط أصمت، سوف نوقظ الأجداد. أمي أنت والدتي. أوه هيا هيا دعيني أريك شيئا. انظروا إلى هذا، سأقوم بتغطيته بوسادة حتى يتوقف عن التنفس. أمي ماذا تفعلي؟ أنا أمزح كما أخبرتكم بالضبط. انظروا إلى هذا، واحد اثنين ثلاثة. عزيزتي أيها الفتيات. أتمنى لو رأيت وجهك. كفكم، لماذا أنتم صامتون؟ كفكم كفكم. الآباء لا يفعلون كل شيء. أمي أبي. ما الخطب عزيزتي؟ أنا أريد كلبا. خذي يا ابنتي. أريد كلبا كبيرا. ها هو يا ابنتي. لقد غيرت رأيي، أريد قطة. هنا. أريد بغبغاء. خذي هذا عزيزتي، بغبغاء. إنه جميل، سنسميه كينزي. لا أريد بغبغاء، أريد أن يكون لي أخ. ها هو، إنه أخوك. لقد غيرت رأيي، أريد أختا. خذي أختا لك. أريد أختا أكبر. هنا. أريد أن أكون صديقة لمن هم في الخارج. ها هم. دعينا نذهب رجاءً. أريد آباء آخرين. ها هم. إنه جميل ورقيق. الآن إنها لعنتك. لا مزيد من الأطفال. وداعاً. الآباء كسالى. هنا. انتظروا، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ليس سيئاً، ومن الذي سينظف؟ أبي وأمي وأصدقائي ينتظرونني. عظيم، سوف يساعدون أيضاً. إنها قائمة صغيرة هنا، انظري. خذي هذا. سيكون هذا سريعاً. ونحن على وشك المغادرة، لدينا الكثير من الأشياء المهمة. قفوا. ما هي هذه المفاتيح؟ اذهبوا إلى المرآب، نحن بحاجة إلى تنظيفه أيضا. لكنه لم يكن في القائمة. انظروا إلى الجانب الآخر. ماذا؟